جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل دعاء كفارة المجلس يكفر ويمحو جميع ما قيل في المجلس من الخوض فالهرج من قول المعاصي مثل اغتياب الناس وغير ذلك، أم ماذا تفتون جزاكم الله خيرا؟ والاستغفار كفارة للمجلس كما جاء في الحديث، الله هو العموم لكل ما يحصل في المجلس. ولكن إذا رجعنا إلى قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه تكفر عنكم سيئاتكم، فإن هذا يخصص الغفران بالصغائر التي تدور في المجلس. أما الكبائر فلا بد، ومنها الغيبة فلا بد فيها من التوبة، لا بد فيها من التوبة ومسامحة صاحب العرض الذي تكلم فيه وهو غائب. وهذا أظهر أن التكفير إنما يكون لما يدور في المجلس من الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من مسامحة الذي وقع أحد في عرضه. والاستغفار توبة. الحقيقة أن الاستغفار إذا كان صادرا عن قلب حاضر وعن نية صالحة فإنه توبة، والتوبة يغفر الله بها الذنوب الصغائر والكبائر. ولكن إذا كانت هذه الذنوب تتعلق بمخلوقين ومظالم المخلوقين فإنه لا بد أن يسمح بها وأن يعفو عنها.